غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا واحد الاكله ايطاليه كيديروها النابولي. بصراحه هذه الوصفه هذه عطاتها ليا خالتي وبقيت كنجربها ونعاود نجربها وبصراحه كتجي بنينه بزاف وغزاله بزاف البنات. بصراحه كتحمق عليها بنتي وكيحمق عليها بصراحه لا صغير ولا كبير. المهم هذه الاكله هذه ايطاليه كيقولوا لها بولبيتا، كتجي رائعه وكتجي غزاله بزاف. المهم الا كان كيهمكم هذا الفيديو بقوا معايا وندوزوا ونتعرفوا على المقادير. المهم البنات هنايا عندي شويه الملحه وشويه البزار، هنا عندي الفرماج. هذا الفرماج هذا البنات انا غنوري لكم، هذا الفرماج هذا اللي كديري هكا فوق سباغيتي ولا كديري فوق اي حاجه كيكون بحال هكا. هنايا عندي الفتات المحمص، الخبز المحمص عفوا، خبز محمص عندي 4 المعلقات، وهنايا هنا عندي 4 المعلقات، وهنا عندي جوج بيضات، وهنايا عندي نص كاس ديال الحليب، وهنايا عندي كيلو ديال الكفته. المهم الكفته كتبقى على حساب، ممكن ديرو اقل ممكن ديرو يعني غير شي شويه او لا ديرو اكثر، المهم كيبقى على حساب كل واحد. المهم غادي ندوزو نحضرو. المهم البنات اول حاجه غادي نشد هذا الخبز المحمص، غادي نديرو هنايا ها هكا، وغادي نزيد عليه الحليب حيت هو راه كيشرب، وغادي نخلط مزيان بحال هكا. المهم انتما دابا من بعد ما خلطتو ها هو راه دغيا كيشرب. المهم غادي نجيب الكفته دابا، غادي ندير هاد البزار والملحه، غادي ندير هاد الفرماج، غادي نخلط كلشي، غادي ندير حتى هاد الخبز. غادي ندير هاد جوج بيضات، ودابا غادي نبدا نخلط. ثم غادي ندير ليدي، ثم غادي نبقى نخلط هكا بشويه بشويه. وهنايا البنات ما ذكرتش لكم، سمحوا لي ما ذكرتش لكم الزيت، غادي ندير هكا تقريبا واحد جوج معلقات او هكا جوج معلقات ديال الزيت، وغادي نعاود نحرك مزيان. المهم دابا انا بعد ما خلطتها مزيان غادي نعمرها غادي ندير من وسطها. هنايا عندي الفرماج ديال الموزاريلا قطعته على هاد طريفات صغيرين بحال هكا. المهم عندي انايا جبت هاد البلاطو هذا، غادي ندير هكا بسم الله، غادي نحاول ندير كويويره بحال هكا، وغادي ندير موزاريلا. بالنسبه اللي باغي يديرها البنات موزاريلا يديرها، الفرماج اللي ما بغاش يعني يكتفي بلاش يدير هكا غير كويورات بحال هكا صافي. المهم ها نتوما بحال هكا هكا صافي، وغادي نبقى غاده على هذا الشكل حتى نكملهم. المهم البنات انا دابا بعد ما ساليتهم كاملين ساليتهم، المهم انا دابا سخنت المقله. المهم ها هي المقله سخنتها، درت فيها شويه الزيت. المهم غادي ندير فيها دابا، غادي نحط فيها بحال هكا. بالنسبه البنات اللي بغى يتجنب ما يقليش في الزيت راه ممكن ديروها في الفران، راه كتجي حتى هي زوينه في الفران وكتجي ناشفه. ثم غادي نطيبهم عاديين حتى يتحمروا ونقلبهم. هانتوما دابا غادي نقلبوهم هاكا، كنحسو بهم تحمروا من التحت، كنقلبوهم هاكا. المهم انا غادي نبقى غادا على هاد الطريقة هادي حتى نكملهم ونتلاقاو في الشكل النهائي. دابا نخليهم يطيبوا على خاطرهم على عافيه مهيله باش يطيبوا لي مزيان ونتلاقاو.
هذا هو الطبق ديالنا بعد ما ساليتو بوربيتا، كيجيو رائعين عامرين بالفرماج، كيجيو رائعين البنات. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى هذا الطبق الراقي وهذا الطبق الزوين تجربوه وتردوا عليا وتخليوا لي الكومونتير لتحت. ونتمنى اللي باقي ما شاركش في القناه ديالي يدخل ويشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ونتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وشكرا لكم. الى فيديو